يقول السائل: رجل يطوف على القبور ويدعو غير الله جهلا بأن هذا من الشرك، ثم حج قبل أن يتوب، فما حكم حجه؟ حكم حجه إذا كان أنه يدعو غير الله حج غير صحيح، لأنه مشرك، لأن من دعا غير الله فهو مشرك، عليه أن يتوب إلى الله ويحج من جديد. نعم.